قصة النهاردة بعنوان هانجينج بالونز أو البالونات الطائرة. القصة بتبدأ لما البنت دي واللي اسمها كازيكو قاعدة في أوضتها وقافلة على نفسها زي ما يكون خايفة من حاجة، وفي حد بيخبط على الشباك بتاع الأوضة وبيطلب منها إنها تفتح له. الصوت بيقول لها تخرج علشان تاكل لأن الأكل اللي معاها خلص، وهي قادلها فترة كبيرة ما كلتش حاجة، ولو استمرت على كده هتموت. كازيكو بتلاحظ إن الصوت ده يبقى صوتها وإنها مش بتهلوس ولا حاجة، وإن القصة كلها بدأت تقريبا من شهر لما صاحبتها تيرومي فوجينو قررت إنها تنتحر، ووجدوا جثتها مشنوقة خارج شباك الغرفة بتاعتها. ولأن تيرومي كانت عارضة أزياء مشهورة فبدأت وسائل الإعلام تتكلم عنها، والمعجبين اتجمعوا بكميات قدام بيت تيرومي علشان يودعوها في جنازتها. تيرومي كان ليها بوي فريند اسمه شيروشي، شوية من المعجبين بيتجمعوا حوالين شيروشي وبيحاولوا يعتدوا عليه، لأن شيروشي كان معترض إن تيرومي تشتغل عارضة أزياء وانفصل عنها، فظنوا إن تيرومي حالتها ساءت وانتحرت بسبب كده. بس لحسن حظ شيروشي إن كازيكو وصاحبتها بيشوفوا المعجبين وهما بيعتدوا عليه، وبيروحوا يهددوهم إنهم هيتصلوا بالشرطة لو ما مشيوش، فالمعجبين بيمشوا بعد ما بيهددوا شيروشي والبنات إن الموضوع لسه ما انتهاش. شيروشي بيكون حزين وبيقول لكازيكو إن فعلا ممكن تكون تيرومي انتحرت بسبب إنه انفصل عنها. فكازيكو بتقول له تيرومي كانت صاحبتي، مستحيل تعمل حاجة زي كده بسبب موضوع صغير زي ده. بعد أسابيع بنشوف المذيع وهو بيتكلم ويقول إن حالات الانتحار كترت جدا بعد وفاة تيرومي، وطريقة الانتحار كانت نفس الطريقة اللي انتحرت بها تيرومي. الغريب في الموضوع إن المذيع بيعمل لقاء مع مجموعة من الشباب اللي بيأكدوا إنهم شافوا شبح لرأس تيرومي طاير في السماء، والمذيع بيأكد إن دي مش حالة فردية، وفي واحد من اللي شافوا شبح تيرومي صوروا ونشروا الصورة دي. كازيكو بتقابل شيروشي وبتكلم معاه عن شبح تيرومي الطائر، وبتكون فاكرة إن الموضوع كله مجرد نكتة أو مقلب حد عامله، بس شيروشي بيقول لها إنه شافها فعلا وإنها بتجيله كل يوم عند الحديقة الخلفية للبيت بتاعه وبيحس إنها بتنادي عليه. كازيكو بتفتكر إنها تهيؤات بتحصل له بسبب الحاجات اللي مر بيها، فشيروشي بيتضايق ويسيبها ويمشي. وفي الليل كازيكو بتتفاجأ بشيروشي بيتصل بيها ويقول لها إنه عند معبد إيشو وإنه حاليا واقف قدام شبح تيرومي وبيطلب منها تيجي حالا علشان تشوف الموضوع بنفسها. كازيكو بتبقى عارفة إن الموضوع كله مجرد تهيؤات بتحصل لشيروشي، بس الفضول بيخليها تروح تقابله هناك، ولما بتوصل المكان مش بتلاقي حد، بس بتتصدم فجأة لما بتبص لفوق وتشوف بالونة ضخمة طايرة في الجو على شكل راس تيرومي. بتلاقي شيروشي واقف على الشجرة بيحاول يوصل لتيرومي وبينده عليها، مش واخد باله ان في حبل قدامه مربوط على شكل مشنقة وراسه بتقرب منه. كازيكو بتحاول تنده عليه وتحذره، بس شيروشي مش بيسمعها وبيتشنق بالحبل ده، وفجأة بتظهر بالونة تانية ضخمة على شكل راس شيروشي، والحبل اللي اتشنق فيه مربوط بالبالونة دي. كازيكو اول ما بتشوف المنظر بتجري بسرعة تبلغ الشرطة، بس الضابط مش بيصدقها، ولما بيروح معاها لمكان الشجرة مش بيلاقي حاجة. كازيكو بتقول له البالونات كانوا هنا بس اكيد طاروا، فالضابط مش بيصدقها وبيفتكر انها كانت بتحلم. تاني يوم كازيكو بتقول لصاحبتها على اللي حصل، وصاحبتها مش بيصدقوها بس بيقولوا لها ان شيروشي فعلا ما جاش المدرسه النهارده. فجاه وهم واقفين بيلاقوا حاجات غريبه جايه باتجاههم بسرعه من السماء، ولما بتقرب منهم بيعرفوا انهم عباره عن اربع بالونات، كل بالونه على شكل راس واحده من البنات، والبالونه فيها حبل مربوط على شكل حبل مشنقه. البالونات بيقدروا يسحبوا اتنين من صاحبات كازيكو، وكازيكو وصاحبتها التانية بيقدروا يهربوا وبيستخبوا في مكان البالونات مش قادرة توصل لهم فيه، وبيبدأوا يطلبوا المساعدة. واحد من الجيران لما بيسمعهم بيخرج من الشباك، ولما بيشوف البالونات الخاصة بكازيكو وصاحبتها بيقرر انه ينقذهم، وبيجيب قوس وسهم وبيضرب على البالونات وبيقدر انه يصيب البالونة الخاصة بصاحبة كازيكو. السهم اول ما بيجي في البالونة بتبدأ تنكمش وتتقطع، وكازيكو بتفرح وتقول لصاحبتها انهم نجوا بحياتهم. بس لما كازيكو بتبص لصاحبتها بتتفاجأ ان وشها حصل له نفس اللي حصل البالونة بالظبط، فبتعرف ان اي حاجة هتحصل للبالونة هتحصل لنفس الشخص صاحب البالونة. فكازيكو بتبدأ تجري للبيت وبتلاقي ان السماء مليانة بالونات لكل الناس، وبتشوف كمان البالونات بتاعت باقي عيلتها. المذيع على التلفزيون بيطلب من الناس انهم يلزموا بيوتهم ومحدش يخرج، وبيأكد عليهم محدش يهاجم البالونات دي علشان كده هيضر بصاحب البالونة. ابو كازيكو مش بيسمع الكلام وبيقرر انه لازم يروح الشغل بتاعه، وانه هيستخدم العربية علشان يحتمي بيها طول الطريق. واول ما بيخرج من البيت وقبل ما يركب العربية البالونة بتاعته بتسحبه وبتشنقه. هنا باقي العيلة بيقرروا انهم ما يخرجوش من البيت نهائي. بعد ايام وبعد ما الاكل انتهى من البيت، اخو كازيكو بيضطر انه يخرج علشان يجيب اكل، وبياخد معاه شمسية وهو خارج. كازيكو أمها بيحاولوا يمنعوه ولكنه بيكون مصمم. أول ما بيخرج البالونة الخاصة بيه بتهاجمه،
لكن بيرمي عليها الشمسية، وده بيدي وقت انه يهرب، بس بيقعد ايام مختفي. وخلال الوقت ده ام كازيكو بتقع ضحية للبالونات، وبتفضل كازيكو لوحدها في البيت، والبالونة بتاعتها منتظراها قدام البيت علشان تشنقها. فجأة كازيكو بتسمع صوت اخوها برا الشباك بيطلب منها تفتح وبيقول لها انه قدر يجيب اكل. كازيكو بتتفاجأ ان اخوها لسه عايش وبتروح بسرعة علشان تفتح له، ولما بتفتح بتشوف جسد اخوها هو متعلق في البالونة بتاعته والشمسية داخلة فيه. وهنا بنشوف حبل المشنقة بتاع بالونة كازوكي وهو بيقرب منها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك للقناة، ولو حابب تتابعني على الفيس هتلاقي اللينك أسفل الفيديو. أشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.